متابعينا الأوفياء، موضوعنا اليوم كيف معرفة أن تأخر الحمل سببه برودة في الرحم؟ يعد هذا التساؤل من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من السيدات، حيث أن برودة الرحم تأتي نتيجة لعدة عوامل تتسبب بالفعل في تأخر الحمل، وذلك لأنه نتيجة لتلك البرودة التي يتعرض لها الرحم تؤدي إلى عدم وصول البويضة إلى درجة الحرارة المناسبة التي تؤهلها للتلقيح. إن أعراض البرد في الرحم ليس أمراً سهلاً على الأم، فغالباً يسبب إجهاض الجنين وأيضاً فشلاً في زرع أطفال الأنابيب. تؤدي دائماً برودة الرحم إلى آلام الدورة الشهرية وانتفاخ في الجسم، ويظهر هذا دائماً من خلال عدم انتظام الدورة، عدم الحمل، الإجهاض أو عدم نمو الطفل بشكل طبيعي بعد الولادة. ربما البرد في الرحم يستمر لفترات طويلة وأنت لا تعرفين أي شيء وتفقد الوقت الصحيح لعلاج هذه المشكلة الكبيرة. حقيقة إن برد الرحم لا يحدث فجأة، ولكنه يرسل لنا إشارات في الحياة العادية، لكن لأن الكثير منا لا يفهم لذلك نفتقد علاجه في الوقت المناسب. ولهذا السبب علينا أن نعرف العلامات التي تدل على وجود البرد في الرحم. إذ تتعرض المرأة لبرودة في أطراف يديها وقدميها مع زيادة عدد مرات التبول، كذلك نزول جلطات دموية أثناء الدورة الشهرية مع الشعور بألم شديد حينها. يصطحب وجود برد في الرحم بعض الأعراض الخارجية مثل اصفرار الوجه وكثرة وجود هالات سوداء مع وجود حبوب، وهذا يدل على وجود برد في الرحم ووجود سموم كثيرة لم تخرج بعد. يعتبر الرحم هو أكثر الأماكن في جسم المرأة عرضة للبرد. بمجرد دخول برد داخل خلايا الرحم يتجلط الدم، مما يتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبة في الحمل.